فرصك اكتر معلش بكتير يا بلال، جدا. دول لاعبي النادي الاهلي هم بيغادروا المباراه او بعد المباراه بيغادروا الى فندق الاقامه. اتفضل يا تمام. بلال. انت النهارده يعني من المباراه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت بتقدر تصنع فرص كويسه قوي، تمام، مطالب ان انت تسجل اهداف. النهارده يا كابتن انا كمان حتى النهارده تغيير اجاي، هو انت النهارده اجاي نازل يلعب فارود النهارده، مش نازل يلعب بلاي ميكر. انت عندك 3 4 بلاي ميكر موجودين في الملعب، انت نازل تلعب فارود النهارده، انت نازل ليه نص الملعب وبتاخد الهجوم اللي احنا بنعتمد عليه، عايز تزود في الحته الهجوميه. النهارده انت بتعمل الكورسات، ما فيش حد موجود في 18 باستثناء السوليه، هم بيلعبوا 10 او وليد ازار وهم بيلعبوا 10 لعيبه. انت الدور بتاعك الاساسي النهارده سنتر فارود الثاني، ما ينفعش تنزل تلعب بلاي ميكر، عندك في 3 4 يقدروا يعملوا الحته دي. في حته كمان مهمه جدا كان المفروض تتم النهارده، يمكن عايز اقول من بدايه الشوط الثاني النهارده، فرقه طلائع الجيش بيلعبوا يا كابتن ال 11 لعيب في ملعبهم، مش مهم انك تلعب باثنين فراوي باثنين ديفندر، ممكن يبقى عمرو السوليه زي ما اتفقنا يا اسلام، قلنا لازم يبقى واحد من الاثنين دول يلعب بلاي ميكر جنب صالح جمعه، ويبقى حمدي فتحي يلعب لوحده ميدفيلدر. ما حصلتش الحته دي كتير النهارده، ما شفناش كتير، بالعكس كنت بشوف صالح جمعه هو اللي بينزل تحت عشان عليك يصنع اللعب. ما انا كنت هروح لك يا كابتن شريف في الكوره دي، لان احنا قبل المباراه وانا سالت سؤال مباشر لبلال وسالته لبلال، بلال بقى فتحي ولا سوليه، مين مين المفروض ينزل؟ وانت قلت صالح جمعه ممكن هو اللي يكون بيتحرك، هو اللي هينزل هيتحرر ويستلم سوليه، هو لان ده الطبيعي الحقيقه ان سوليه هو اللي ينزل ويبقى هناك رابط ما بين خط الهجوم، انا اسف خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم. الرابط ده في النص الدفاعي من المفترض انه يبقى عمرو السوليه، في النص الهجومي من المفترض ان هو يبقى صالح جمعه، وده اثر على صالح جمعه بشكل في الشوط الثاني سلبي في الشوط الثاني. بس انا هقول لك حاجه، احنا كلنا كنا في نص الملعب الشوط الاولاني بالديفندر بالباكات بالنص الملعب بكل حاجه. الرغبه اللي مش موجوده اللي انا بكلمك، معلش يا اسلام انا قلت لك ان بنلعب على الارض كويسه، بنلعب الكوره على الارض وبنعمل باك، ده حصل كله في الشوط الاولاني. رحنا على الجول 30 مره يا ماهر، بيقول 9 مرات منهم حاجات، في رغبه، في رغبه انا مش عارفها غير في رغبه في لعيبه معينه، انا مش عارف اهتمامه وهو الكره رايحه له كذا مره، بتحصل في كذا مباراه ورا بعض، قد يكون توتر يا كابتن، توتر كششان بالزبط. حتى حمدي فتحي انا زي ما بلال قال لك، حمدي فتحي انا وبلال النهارده بنقول هو مال كورته بقت يعني ما فيش ثقه شويه فيها، مش ما بيعديش ياخد خطوتين لقدام يزود زياده العدد. شريف كابتن اسلام بلال، علاج الكلام ده في نزول وليد سليمان طبعا، يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده سنة. انا برضو كابتن هتكلم على التغييرات بس انا برضو وحضرتك معايا، ما هو وليد سليمان بقاله قد ايه يا جماعه؟ بقاله فتره طويله قوي، شهرين ونص اكتر من شهرين، ثلاث اربع شهور، لا ثلاث اربع شهور، لا وايه جزع في الركبه وجزع في الرباط وجزع يعني الاثنين، وبالتالي ان انا اديله 10 دقائق بس في ماتش زي ده، انا شايف ان هو يعني انا كنت شايف بصراحه ان هو صعب ينزل، ما يعرفوش في ماتش زي ده، هو لا شرط يلعب معاه بتاع الجزائر ماتش الجزائر.